فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من مات غريقا أو في الحريق وهو مسلم يصلي هل يقال بأنه شهيد؟ نعم، له أجر الشهيد. من مات بموت مفاجئ، حادث مفاجئ، له أجر الشهيد. نعم. وهل يصلى عليه أم يترك؟ نعم، يصلى عليه، إنما شهيد المعركة هو اللي ما يصلى عليه، أما الشهيد غير المعركة هذا يصلى عليه، لكن له أجر الشهيد، له أجر الشهيد فقط. نعم.